أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. أعد. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وإذ وإذ نتقنا الجبل فوق حرف الاستعلاء دي ما طلعها فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا
يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وقف لنا قالوا بلى وقف شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربنا من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من
لك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أقرأ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو تتركه يلهث. كمش نواصل إدغام الثاء في الذال. أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك. قولوا أو تتركه يلهث ذلك. أعدوا أو تتركه يلهث ذلك. حرف الثاء ما عادش تقرأ ادخل في حرف الذال ما عادش تسمعوا جملة. أو تتركه يلهث هذ أو تتركه يلهث ذلك أو تتركه يلهث ذلك. ما اسمع في حرف الثاء ما عادش تقرا حرف الثاء ادغام ادغام يعني دخلته في الذيل ما عادش تراه ما يلهذ ذا. قولوا يلهذ ذلك يلهذ ذا يلهذ ذا. كم اشتقت يلهث ذلك احنا مش تقرب الوقف. او تتركه يلهث. اعيدوا او تتركه يلهث. لا توقف يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص قصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو تتركه يلهث ذلك يلهث يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وأنفسهم ساء مثلا القوم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. مهتدي وقفا ووصلا فهو المهتدي ومن، وعن المهتد في سورة الإسراء والكهف في الوقف فقط، يعني وقفا ووصلا مهتدي. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، هذا بالوصل بالوقف. من يهد الله فهو المهتدي، ديما مهتدي وقفا ووصلا. ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأنشدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل 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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل
أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم
هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا أعد أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت
الأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلها فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان مر أيان مرساها. أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي. قل إنما علمها عند ربي. لا يجليها لوقتها إلا هو. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله.
لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فهنت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها